الحين انتوا شايفين السكرين حقتي انا ولا شايفين الباوربوينت؟ كل شيء. يعني الماوس بتاعي ظاهر، الماوس بتاع نعم. وانه انا شيرينج الناس اللي داخله وكده. لا والله، نشوف تحت حق الديسك حق ويندوز، شوف الشاشة كاملة. بتعرفوا تقروا الاكس راي ولا ما مرت عليكم اكس راي تشيست؟ ما أخذنا والله راديولوجي يا دكتور لحد الآن، السنة الجاية إن شاء الله. يلا، بس عشان كده انا خطيت الاكس راي نورمال تشيست اكس راي، عارف فيها الحاصل، وبعدك نمشي على باقي الانفستيجيشن. الان في 13 شخص، 12 اوكي. لأن التوقيت مختلف فنديهم شوية زمن كده. دكتور ان شاء الله في الكويز كم سؤال راح تحط انت ان شاء الله اثنين جزئيتك؟ اثنين 2. يعني المحاضرة هذه فيها سؤال ان شاء الله؟ وريتكم الأسئلة أمس. ايه، هذه بخصوص اللي يعني هذه تعتبر تي بي ال مو محاضرة. محاضرة اليوم؟ ايه هذه الان اللي تعطيناها انت. آه لا لا، ما يجي منها، يجي بعدين في الفاينل. إن شاء الله عايزك خير. الله يبارك فيك. دكتور غريبة، احنا عبد الرحمن دخل جا ولا ما جا؟ مع مين؟ عبد الرحمن الكسار بيقول لي وين انت في الواتساب، مرسل لي. بديت دكتور ولا لسه؟ لا ما بديت. ايه كويس، انت وانا ما ندري والله دكتور. لسه يا ابونا، ما لسه انتظرك يا عم حبيبي. مين ده؟ رسلوا ليهم الشباب ده، رسلوا لهم الرابط. يلا يا شباب بإذن الله. عبد الرحمن دخل يا دكتور الكسار. عبد الرحمن، السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. عبد الرحمن، ما كلكم موجودين؟ موجودين 16 بس. 17 17 ده أنا. 16 نبدأ توكل على الله. توكل على الله دكتور. توكل على الله يا دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وآسف جدا إنه شغلتكم في التوقيت ده، بس كويس إنكم اخترتوا 6:30 قبل ما في مشكلة إن شاء الله يا دكتور. كويس إنكم اخترتوا 6:30 قبل بداية الشامبيونز، الناس المدريدستية. التوقيت يا دكتور ترى يعني مستقصد، يعني ما جاء صدفة. على كويس خالص، تمام. الهلال السوداني كان لاعب، خلص قبل شويه، وبعد شويه برشلونه، وبعد شويه شويات مدريد يا دكتور. لا، قبل مدريد في برشلونه في الليغا. لا تنسى دعوات مدريد انا بس. ها انا والله ندعو على ريال مدريد. كويس، اي والله ادعي عليه، بس لا تنسى برشلونه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Talking about investigation of respiratory system, the most useful and the most simple investigation is a chest X-ray. I think chest X-ray is now available anywhere. يعني
تتعامل very simple. And you should know, at least we should know the normal component of chest X-ray. حد فيكم يقدر يورينا الحاجات الموجودة في الX-ray دي؟ ايوه دكتور، في عندنا الهارت شاد وفي تراكية وفي الكلافين. انت ممكن ترسم الهارت شاد؟ كيف ارسم دكتور؟ ما اعرف. ما تقدر صح ولا ما تسمع؟ طيب نحن نبداها الشست اكس ري. ايوه ترسم ترى كويس. انا هذه دكتور اي بي، هذه دائما يا اخوان الشست اكس ري بناخذها بي اي، بناخذها بي اي بوستيريو انتيرير، يعني يعني الصدر المريض يكون فوق الفيلم وظهر المريض يكون فوق البيم اوف ذا اكس ري، والمريض يكون إريكت واقف على طوله. طيب عادة when we look to the chest x-ray either we start from out. شايفين الكيرسر حقي ولا ما شايفين؟ نعم موجود. طيب either نبدأ من الخارج للداخل أو من الداخل للخارج. طيب من الخارج للداخل أول حاجة بعين للsoft tissue اللي موجودة هنا. مثلا طيب soft tissue دي بتدينا معلومتين مهمين. المعلومة الأولى بتدينا قايد على إنه زول المريض اللي قدامنا ده هل هو obese، هل هو very thin أو just skin on bone. يعني مرات بتلقى في عيانين skin on bone. طيب الحاجة الثانية اللي بيوريني لها إذا كان في انفيزيما، سيرجيكال انفيزيما، سيرجيكال انفيزيما اس كيف ديليت كيف هو كلير، سيرجيكال انفيزيما اس يو. بنشوف فقاعات بتاعت هواء في المنطقة دي اذا في سيرجيكال انفيزيما، فقاعات سوداء. طيب دي الحياة الكومون. بعد ذلك في ناس بيقول لك ممكن حتى تشوف اذا كان في كالسيفيكيشن في الليمفونودز في المنطقة بتاعت الأكزيلا، إذا في كالسيفيكيشن إذا الليمف نودز. أوكي this from out we are going to in. الخطوة اللي بعدها بجي بشوف الريبس. الريبس طيب الريبس يا حشوفها من قدام أو حشوفها من وراء، بما إنه الصورة BA فالريبس اللي قريبة لي هي الريبس اللي من وراء، فدي هي الريبس من وراء ودي هي الريبس من قدام. ودي من وراء بشوف الريبس بعيدها من فوق لتحت بالاتجاهين، وبشوف إذا فيها فراكشر ولا لا، إذا فيها نوتشين، إذا فيها أي حتى البون دنسيتي بشوفها في الريبس، إذا في الليتيك ليجونز الناس اللي عندهم ملتيبول مايلوما وكده. طيب بعد ما شفت الريبس بشوف الكلافيكلز، both clavicles left and right، وبشوف the head of the clavicles، دي ال head of clavicle ودي head of clavicle. صوتك خف شوية دكتور. طيب بشوف ال clavicles واضح كده؟ ممتاز ممتاز. نعم طيب. نعم بشوف both head of clavicle، مش عارف أغير لون ال شوف دكتور في خلاص بس أوكي. خلاص جبتها. بشوف ال both head of clavicles وبعمل بينهم خط وبقيس، ودي ال spine دي تعتبر ال dorsal spines الفقرات بتاعت الظهر، فبقيس المسافة من هنا لهنا وبقيس المسافة من هنا لهنا، دي بتوريني إذا كان المريض واقف center ولا مميل يمين أو مميل يسار، لانه الاكس ري لو ما كانت سنترالايزد ما حتقدر تعلق على الكاردياك شادو. اوكي عشان اتاكد ان المريض واقف صح بشوف المسافه من الليفت كلافيكل تو ذا سباين ومن الرايت كلافيكل تو ذا سباين. طيب كلير. بعد منها انا قاعد اقول لكم كلام سيمبل ما كلام بتاع ناس ريديولوجي، بعد منها بشوف ذا تراكيا اللي هي دي تراكيا.
الأسود هذه الشادو يا دكتور؟ الأسود طبعا يا اخوانا في الاكس راي سيمبولي اير ابير دارك بون ابير وايت، واذا كان حاجه فيها اير ام بلود كده بلود سوفت تشو بتظهر جراي، تظهر جراي يعني اللنج بتظهر جراي، المسلز بتظهر وايت لكن ذا بون از مور وايتر. فكل ما كان عندنا اير كل ما كان ظهرت سوداء. طيب الحتة السوداء اللي جاية من فوق اللي هي زتراكية بتجي هنا في الكارينا ظاهر البايفوركيشن، وظاهر انه الرايت مور فيرتيكال، دي الرايت ودي اللفت وشورتر بعد ها وشورتر الرايت شورت ايوه عن فيرتيكال خلاص. زيس ار زتراكية واقفة سنترال برضو. طيب الحاجة اللي بعدها بشوف the cardiac shadow. cardiac shadow this is the left ventricle. عادة the heart two third on the left and one third on the right. طيب ده كده the heart shadow معاه the aortic knuckles. heart shadow with the aortic knuckle يعني دي الأورطة لكن الهارت كده لغاية هنا. في الاكس راي اللي بعدها حنشوف الهارت بالضبط مرسوم. طيب بعدك بشوف the lung tissue. this is the lung tissue should appear gray ولازم نشوف يا اخوان blood vessels. these are blood vessels تظهر white، والblood vessels في البدايه بتكون تخينه thick لما تمشي في الطرف لازم تختفي، لازم في الطرف لازم تختفي. اذا موجوده في الطرف او موجوده فوق معناه المريض ده عنده congestion، عنده احتقان، عنده lung congestion. طيب إذا ما شفت blood vessels خالص، ما شفت blood vessels خالص معناه ما فيش lung tissue. embolia يعني بي إي collapse. لا النيموثوراكس أكتر حاجة هي النيموثوراكس. سوادج. أيوة نيموثوراكس. في حالة الكولابس بتظهر بيضاء بوريها عليكم. لكن هنا النيموثوركس. طيب وبشوف برضو المين برونكس بشوفهم في شكل خطين ما ظاهر هنا، لكن هنا دي مثلا دي برونكس برونكيولز أو برونكاي. برضو لما تجي في الطرف لازم تختفي البرونكاي، إذا ما اختفت في الطرف معناه المريض عنده برونكيكتسيس، عنده برونكيكتسيس. أخطأ يعني. دكتور ما ها؟ آخر نقطة هذه البرونكيكتسيس كيف أشوفها؟ البرونكاي في البداية في السنتر بتكون واضحة عبارة عن خطين، يعمل كلير عبارة عن خطين. هسه دي مثلا دي هنا دي برونكس، ما شايف واحدة تانية واضحة. الخطين ديل ما مفروض اشوفهم في البريفيريز زي البلوت فيزيلز، سيم لايك بلوت فيزيلز. في الاطراف ما مفروض اشوفهم. اذا شفت هنا برونكاي عامله كده خطين معناه المريض عنده برونكيكتسيس، عنده واضح برونكيكتسيس. This is only pathology دكتور اللي هو برونكيكتسيس. ايوه أو information بشكل عام. ايوه dilatation of the bronchioles. طيب إذا عندنا بلورة الفيوجن بنشوف فلويد ليفل في المنطقة هذه أو هذه. إذا عندنا نيموثوركس بنشوف إير، ما بنشوف البلود فيزيلز ولا البرونكاي ولا البرونكيولز on the affected lung. لو مشينا للإكس راي بعدها بنشوفها كيف أوقف الطريف كده How can I move the... ايش يا دكتور؟ حرك الشاشة كيف؟ سلايد اضغط سبيس القلم دكتور. خليه شو اسمه السهم مرة ثانية بعدين نديك تحرك. طيب دي اكس راي لكن الكواليتي بات شوية، بنلاحظ فيها انه الفيزلز واضحة اكتر. These three x-ray summarize كل الكلام اللي قلناه، كيف تشوف ال كل جزء من الثوركس
حتى ايفن احيانا ممكن تشوف الاوبليك فيشرز تكون ظاهره اللي شفناها في الصوره اللي هنا في الدياجرام يسترداي. طيب هذا الدكتور ورا شادو بريست شادو البريست شادو في الفيميل بتشوف البريست شادو هنا هنا البريست شادو واضح هنا. طيب انا هطلع من دي نمشي للانتربريتيشن بتاعت الاكستريا حقتنا نحن. طيب اهم باثولوجي بتشوفوا انزا اكسري هو الكونسوليديشن. كونسوليديشن معناه يا اخوانا حصل انفلاميشن وقلنا اللانج تيشو بتتحول كانها ليفر تيشو هيباتايزيشن. طيب this is the liver. وين القلم مور وين ال... كبر الصورة دكتور. لا خلاص يعني دكتور consolidations اللي هو inflammations and transfer of the lung tissue to the liver. أي بيسموها hepatization. hepatization عديل يعني دكتور fibrosis يعتبر يعني هو زي fibrosis tissue fibrosis. لا 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 لو ما حصل له resolution بتحول لفايبروزيس. هو ما fibrosis لا هو عبارة عن يعني inflammation زي التعريف الinflammation اللي عادي في السكين في غيره redness وإديما وcongestion وكده تمام. infiltration يكون red hepatization بعدين grey hepatization بعدين يا resolution يا fibrosis كده. لا ما يا resolution يا بتحول ل اسمه شنو ليكويفيكيشن يقوم يتحولين لأبسيس أو نكروزيس. يعني الكونسوليديشن نيفر يتحول لفايبروزيس لا ممكن يتحولين لكافيتي ممكن يتحولين لأبسيس ممكن يحصل فوقه نكروزيس يتحول بعد ذاك لأريا أوف نو كافيتي يعني أوكي ما بيتحول لفايبروزيس لا. في حاجة بسيطة كده اسمها الكافيتاتري فايبروزيس كافيتاتري فايبروزيس لعدين لو واحد يكون مشى بالمونولوجي بلاقيها يعني دي بكون ملتيبل ريبيتد كونسوليديشنز صغيره صغيره كده فتقوم تعمل لنا ملتيبل كافيتيز في شكل فايبروزيس. طيب اذا كان دي الليفر مفروض الليفر في المنطقه دي والاستمك في المنطقه دي شوف الليفر شكلها وايد والمنطقة دي مفروض تكون زي أخوتها من هنا يعني شوف نشوف المنطقة دي ونشوف المنطقة دي. المنطقة دي بقت وايد وبتكون non-homogeneous غير متجانسة حقت الليفر متجانسة هنا كأنه في فتحات نقط جري كده رمادية صح؟ صحيح كأنه في نقط رمادية. النقط الرمادية دي بأكد إنه لا زال في برونكيولز مفتوح لا زال في برونكيولز مفتوحة ودي هي اللي بتعمل لنا الصوت بتاع البرونكيال بريزي بتعمل لنا الصوت بتاع البرونكيال بريزي فدي بنسميها air bronchogram air bronchogram. فيبقى this is a typical consolidation ممكن يكون في أي منطقة في اللنج أي منطقة في اللنج. بنلاحظ معاها انه التراكية بتكون سنترال و chest expansion في المنطقة دي بتكون decrease شوية والتكتايل vocal perimeters increase وبنلقى bronchial breathing. ممكن في الاوسكي بعدين اجيب لك X-ray زي دي وما اقول لك انه دي consolidation لكن اقول لك comment on chest expansion والتراكية والbreathing sound تقوم تقول لك chest expansion بيكون decrease والتراكية بتكون central وبيكون في breathing sound بتكون bronchial breathing. طب دكتور كيف عارف الكريبتيشنز يعني بالستيثوسكوب؟ بالستيثوسكوب مبارح ما قلنا في الاوسكالتيشن بس مع الكريبتيشن. ممتاز. كيف امسح ذا؟ ثاني في علامة زبالة دكتور ضغط عليها ايوه
طيب دي عبارة عن lung collapse. lung collapse شوف جوا جسم الإنسان غير مسموح بأنه يكون في فراغ داخل جسم الإنسان غير مسموح يكون بأنه في فراغ أي حاجة فضيت لازم تتملي بها حاجة فهنا lung حصل لها collapse المنطقة دي وين الرسم حقي حوعد كل مرة المنطقة دي الرايت لانج كلها حصل لها كولابس ما فيش بزيل فقام حصل شنو بولينج اوف ذا لانج اند ميديستاينم من الليفت كله راح الرايت وباكد البولينج ده كيف بالتراكيه شوف التراكيه از شيفتد تو ذا ماشي على الرايت كده كولابس دكتور يعني فلويد ليش؟ لا لا كولابس شفت البالونة بالونة خلاص انخمصت كده يعني بقت فاضية ما فيها اير فحصل لها اتكرفست كده يعني طب دكتور ليش صار ابيض ليش صار لون ابيض ليش هو ده لانه خد معاه الميدياستاينم كله بس الميدياستاينم هو اللي عمله كله ابيض طب دكتور مو مفروض إذا صار كولابس ما فيش إير كولابس يا أخوان لما يكون في إير راح يكون لونه غري قلنا ما فيش إير هيبقى لونه شنو قلنا البيد اللون الغري هو زي إير ما فيش إير ما في إير ده اللانك الرايت لانك الرايت لانك كلها حصل لها كولابس الديفرنشال دياجنوزيس هنا هو البلوريال فيوجن ماسيف بلوريال فيوجن لكن وات از اجينست بلوريال فيوجن لما نجيب الاكس راي بتاعه البلوريال فيوجن عشان كده دكتور لون ابيض ايوه ايوه يلا خلينا نمشي للبلوريال فيوجن عشان اوريكم الفرق طب معلش دكتور لا دكتور في حاله ان النيوموثوركس الكولابس يكون فيه اسود لون اسود مو اسود صح اسود مره يعني شفاف ما هنا يا دكتور كولابس وبيضة يعني هذا مو اللنج تشو هذا ميدياستانيوم وباقي اللنج واللنج نفسها قاعدة لكن ما فوق اير اللنج نفسها قاعدة الحين اللنج إذا صار لها كولابس مو المفروض تسوي ديفيشن للأذر سايد لأنها دفتها أيوة سحبتها حصل لها كولابس بتسحب هي تسحبها ولا تدفها لأننا عرفنا لا هي تكرفست بتسحب حجمها بقى صغير كولابس معناها حجمها بقى صغير فراح تسحب الميدياستاينم عليها هي شوفوا سريع كده ده البلوري فيوجن خلينا نمسح الشخبطة حقتي ثانية واحدة ده هنا البلوري فيوجن البلوري فيوجن قام دفع التراكية من فوق شوية ميلت على اللفت وحتى الابيكس ملاحظينها مشت على اللفت فهنا دل displaced ففي الاكس راي مرات الحالة الوحيدة اللي بقدر افرق بيها بين الكولابس والبلوري فيوجن البوزيشن اوف ذا ميدياستاينم بوزيشن اوف ذا ميدياستاينم اذا كان الميدياستاينم ماشي على الحتة الوايت بقول ده كولابس إذا كان الميدياستاينم ماشي بعيد من الحتة الوايت بقول ده بلوري فيوجن يعني كده مفرق أيوة كده مفرق كده مفرق وإذا كان قاعد في محله بنقول يا ماسيف كونسوليديشن يا بلورال ثيكنينج بلورال ثيكنينج ما عليكم بها لكن المهم لقيت الحتة كلها وايت والتراكية ماشية على الحتة الوايد دي كولابس لقيت الحتة كلها وايد والتراكية ماشية عكس الحتة الوايد this is pleural effusion بالإضافة لكذا في pleural effusion كتير بتلقى الفلويد ليفل وعادة الفلويد ليفل ما بتكون كذا بتكون أوبليك شوية فلويد ليفل بتكون أوبليك شوية دكتور الميدستانم زي الكيج اللي هو على الربز على اللنجز ولا شنو؟ يعني هو الميدستاينم هذا اللي هو يعني زي الكيج على اللنك What do you mean by cage؟ لا يعمل يعني بالنص هذا حوطها يعني الميدستاينم المسافة اللي بين اللنك two lungs والهارت
الميديستاينا المنطقة اللي في النص كلها كده بنسميها ميديستاينا، فيها التراكية، فيها الاسوفيجس، فيها الهارت، وفيها الأورطة. تراكية ومقسمة لأبر ميديستاينا ولور ميديستاينا. أبر ميديستاينا مين اللي فيها التراكية والاسوفيجس، لور ميديستاينا فيها الثلاث الأربعة، الاسوفيجس، تراكية، أورطة and the heart. فكلها بتتحرك كلها، لو واحد فيكم شاف الذبيحة كلهم ملصقين مع بعض، يروحوا مع بعض ويجوا مع بعض، كل الميديستاين كلير؟ ممتاز. طيب نرجع للقبلها، هنا شايفين هنا في اير برونكوغرام واضح، في اير جري، اللون جري، وفي فيزلز واضحة، وفي برونكيولز واضحة، وهنا في البريستيشو. لو جينا بجاي المنطقة هذه نظيفة كأنه بفوتوشوب شالوا منها أي حاجة، ما فيش فيزلز، ما في... أيوة، فدي اير بيور، اير بيور اير، this is the typical pneumothorax. لو جينا في الحتة الصغيرة دي هنا كده، هنا دي هي كل اللانج، كأنها كانت بالونة منفوخة شديد وبقت صغنونة كده في القاعدة ملتصقة في الميدياستاينا، هي دي كل اللانج مضغوطة بشنو؟ مضغوطة بالإير. This is all is pneumothorax. نقدر نقول ان اللنج صار له كولابس يعني؟ ايوه ويز لنج كولابس، لازم بيحصل معاه لنج كولابس. مظبوط. مع النيموثوركس لازم يحصل كولابس، ما الهواء خد محل الرئه. بالضبط. نتذكر الحاجات دي، نتذكر الحاجات دي اللي من هنا، دي لنج نيموثوركس. بسالك بقول لك التشست اكسبانشن وضعه شنو، والتراكيه وضعها ايه؟ نشوف التراكيه هنا ما واضحه التراكيه شديد، لكن تقريبا هي في المنطقه دي ما واضحه التراكيه شيء. تو رايت تو ليفت تو ذا ليفت، بتمشي بوشت، هنا بوشت التراكيه بوشت. طيب دكتور الكولابس اللي قبل هذيك بسبب الفلويد يعني شنو؟ الكولابس الاول اللي شفناه الصوره هذيك بسبب الفلويد. رجع لها دقيقه، دي الكولابس السابقه سببها فلويد يا دكتور، صحيح؟ لا ما في فلويد، بس ما فيش اير، في لانج تيشو، بس لانج تيشو ما فيها اير، لانج تيشو ما فيهاش اير. ودي عملت التراكية جات في هذا الاتجاه، في اتجاه الباثولوجي. طيب طيب الكومون فايندينج هي الكونسوليديشن ورانينج اوف تايم 10 مينيت. نطلع ندخل ثاني على اخر صوره. ايوه ورا ماشيلهم كلهم. هنا هنا كونسوليديشن، هنا كولابس، هنا نيموثوركس. ايش داير فيها الان؟ هذه بي اي صحيح؟ بوستر انتيرير. طيب دكتور الهيد اوف الليفت فينتريكل يمين، ما هو المفروض وين الليفت فينتريكل على الصوره؟ طيب اوري لك درو. هذا الليفت فينتريكل. طيب من الخلف ما هو المفروض هذا يكون اليمين؟ تعكس في الصوره، اعكس الصوره، اذا صورت اخذ الصوره واعكسها. ترى مو بنفس قالها في ال ما هي مرايه، يمينك هو شمال المريض. اللي انا قصدي الدكتور الان كله. اذا كان اي بي راح اعكس اليمين يسار واليسار يمين، لكن بي اي اليمين يمين واليسار يسار، ما هو كذا؟ لا هي كلها هنا اسم شنو الهارت شادو ما بتعاكس في كل الأحوال، بيجيبوها لك لأنه الصورة أنت بتشوفها بالاتجاهين يا عبد الله. الصورة لو شفتها في الفيلم تقلبها من هنا ومن هنا، يعني في النهاية أنت بتحاول تخلي اللفت بتاع المريض في يمينك.
يعني الصوره دي عباره عن فيلم شفاف بتشوفه بالجهتين، يعني انت قاعد تشوف ورا وقدام بنفس الوقت، بنفس هنا في النهايه انت بتحاول تخلي يمين المريض في يسارك ويسار المريض في يمينك. تمام هنا بالجهة اليسار دكتور في برونكيكتسيس نفس الصورة دي left side. إذا ما برونكيكتسيس نقول في شوية congestion، وين هي congestion ما 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 confirm برونكيكتسيس. طيب ما علينا كده بالهورنر سيندروم ده مفروض تاخدوها في النيورولوجي وحتاخدوها قدام. ودي سوبيريور رينكافر اوبستراكشن ما عندكم بيها. طيب الاذر امبورتنت انفستيجيشن يهمنا الهاي ريزوليوشن سي تي سكان والبلمونري فانكشن تيست ان اي بي جي. هاي ريزوليوشن سي تي سكان والبلمونري فانكشن تيست ان اي بي جي. طيب في البلمونري فانكشن تيست الكلام اللي كنا بنقوله في المحاضره بتاعت امس مهم جدا في البولمونري فانكشن تيست اللي هي الموضوع بتاع الفوليومز والكاباسيتي. فهنا بيقيسوا ان الفورست اكسبيراتوري فوليوم 1 دي معناها في الثانيه الاولى، في الثانيه الاولى ان 1 سكند، ان 1 سكند بتدي المريض سبايرومتري وتقول له انفخ فيه بكل قوتك. فالنفخه الاولى دي بتشوف طلع فيه كم لتر من الهواء. طيب والفورس اكسبيراتوري فوليوم 6 دي في الستة ثواني الاولى 6 سكند. طيب اهم حاجه والفورس فايتال كاباسيتي دي كل الهواء اللي بيقدر يطلعه الشخص في زفير كامل اكسهيلد ان ماكسيمم after maximum expiration. بيهمونا الاثنين ديل ده وده اكتر حاجة بنطلع نسبتهم، بنطلع الراتيو عشان نفرق بين انه المريض عنده obstructive ولا restrictive، obstructive ولا restrictive. طيب بعد البولمونري فانكشن تيست بيطلع لنا في حاجه اسمها كده شنو الفلو لوب او الكيرف. اللوب بيجي هنا بعده ده اسمه الكيرف. اهم حاجه في لازم في الدقيقه في الثانيه الاولى تطلع اكثر من 80% من الهواء اللي في صدرك، اكثر من 80% من الهواء اللي في صدرك او 75 ل 80% من الهواء اللي في صدرك. الباقي البسيط ده بيطلعه في الخمسه ثواني الثانيه. في حالة النورمال ده، في حالة النورمال، في حالة الأوبستراكتيف لانج ديزيز بتلقى الكيرف عامل كده. لو مشينا الصورة اللي بعدها يعني لازم نطلع في الثانية دكتور 80% من الهواء الموجود. أيوة الثانية الأولى بتطلع 80% من الهواء. إذا في أوبستراكشن أو في تضيق في الشعب الهوائية لا هيطلع جزء بسيط في الثانية الأولى. تمام. يطلع جزء بسيط بيكون أقل من 75%. أقل من 75%. تمام. هذا في الأوبستراكتيف. في الأوبستراكتيف أقل من 75. أي في الأوبستراكتيف أقل من 75. في الريستريكتيف بيكون هو ناقص الـ F. نشوف هنا. مساحة الـ. في الأوبستراكتيف باترن بيكون الـ decrease الـ ratio الـ FEV1 على FVC. بكون أقل من 70% predicted أو 80% predicted. طيب FVC ممكن يكون normal أو even high، مرات بيكون normal أو شوية high. طيب في restrictive pattern ال FEV1 forced expiratory volume in the first second بيكون normal أو شوية نازل. النزول الأساسي بيكون في شنو؟ بيكون في الـ forced vital capacity لأنه المريض أصلاً
الرئة حقته ناقصة، حاصل فيها restriction، فما بشيل الهواء كمية كبيرة، فبنلقى في نقصان في الـ expiration الفيتال كاباسيتي حقته بتكون ناقصة. عشان كده لما نعمل الريشيو بنلقاه نورمال أو إنكريز، بنلقى ده على ده نورمال 80% أو even increased كمان. هتاخدوه إن يعني شاء الله. يعني الفيتال دكتور كلهم ديكريز ولا إيش؟ شنو؟ هنا كل في الـ restrictive كلهم ديكريز، لكن الـ reduction الأكتر في الـ FVC في الـ vital capacity. في الـ restrictive كله ناقص، كله ناقص، لكن النقصان الأكتر وين؟ في الـ FVC. بما إنه كله ناقص وده واتحد المقام، مش عندنا البسط والمقام، هنا عندنا الـ FE V، وهنا عندنا F V C، النسبة بينهم دارينها تكون أكتر من 80% نورمالي. كل ما ده نقص كل ما الحاصل الجسم بيقى أكتر. كل ما رياضيات حساب حساب طيب في الريستريكتيف قلنا بيكونوا الاثنين ناقصين، لكن النقصان هنا اكتر. في الاوبستراكتيف ده ناقص وده نورمال او زيادة، عشان كده النسبة بتكون قليلة. البسط بيكون ناقص شديد، ده بيكون نورمال او ايفن زيادة. هو ده كده الفلولو بيوضح لنا الوضع شوية. عين ده نورمال فلولو، هنا فوق الـ inspiration اسمه شنو الـ وتحت الـ expiration. لاحظ الـ اسمه شنو الـ الكمية بتاعت الاير كفاية، وفي الثانية الأولى طلع سوري هنا في الثانية الأولى طلع كمية كبيرة 80%، وباقي الزمن طلع فوقه 60%. بعد هنا بدأ ياخد تاني inspiration expiration، طلع 80% وتاني بعد ذاك باقي الزمن طلع الجزء البسيط. لما تجي في الريستريكتيف كله ناقص، صغيرون حتى اللوب بيكون صغير شديد، أخذ نفس بسيط وطلع جزء بسيط في الثانية الأولى، وطلع جزء بسيط في ال اسمه شنو في ال الست ثواني الخمسة ثواني الثانية. شوف الأوبستراكتيف ده الانسبيريشن نورمال، لكن يقوم في الثانية الأولى طلع حاجة بسيطة جدا، قارن بين دي ودي طلع حاجة بسيطة جدا، بعد ذاك في باقي الزمن في باقي الست ثواني طلع الجزء الباقي. أوبستراكتيف دكتور ايوه كنت اقول ان الاوبستراكتيف ديفيكلت تو جيت ذا اير اوت صح؟ ايوه ريستريكتيف اصلا ديفيكلت تو جيت اير ان، واذا كان ديفيكلت ان يعني لا يطلع قليل بعد. ايوه يطلع قليل، لكن شوف الداخل بسيط ده الداخل هنا هذا هو الاكسبيريشن دكتور صح اللي بس ايوه بس الاكسبيريشن عنده نورمال بس الفوليوم شوي علشان الفوليوم شوي الفوليوم شوي ايوه تمام. دكتور هو تو دخلنا الزوم، ممكن تعيد اخر نقطه؟ اخر نقطه الشباب نبهوا، لان انا قلت زمان انه في الابستراكتيف
المشكلة في إنه ما قادر يطلع الهواء، لكن بيقدر يأخذ هواء براحته، فكمية الهواء هنا تحت والنورمال واحد، لكن لما يجي في استخراج الهواء ضعيف، وعادة الضعف بيكون في الثانية الأولى. الثانية الأولى أما ناس الريستريكتيف فمن البداية زي fail to get air in، يعني شوف دي قدر إيه وشوف دي قدر إيه، كمية الهواء اللي أخذها بسيطة، بالتالي كمية الهواء اللي بتطلع برضو بسيطة. تمام كده واضح دكتور. تمام، انتو الباقيين الأربعة التحت ديل ما عندكم بها في المرحلة دي، اللي هي upper airway obstruction، variable upper airway obstruction، sleep apnea، small airway disease. الرسومات هذه شو تسمى دكتور؟ لكن انتو دي بيسموها flow loop، respiratory flow loop. فخلينا نحن في الثلاثة ديل، normal، restrictive، obstructive. خلاص؟ هذا respiratory دكتور؟ أيوة respiratory flow loop، respiratory flow loop. وينه؟ أنا كتبته هنا. flow loop، flow volume loop. تمام واضح. طيب افتكر في المحاضرة حق ولا ما أخذته أناثيزيا لسه دكتورة بدنيا؟ لا لسه. طيب الانفستيجيشن الثانية السبيسيفيك هي دائما مع المالتي سيستم يعني، لكن ناس الريسبيراتري مهمة جدا بالنسبة لهم، هي الارتيريال بلود جازيز. اتكلمنا مع الشباب معاكم كان عن البلس اوكسيميتر، ده نون انفيزيف وبيشوف لنا الاكسجين بس. اما الارتيريال بلود جازيز فشوف لنا البي اتش، انا متاكد انكم من الفيسيولوجي عارفين البي اتش. وات از ذا بي اتش؟ اسيد عارفينه واضح دكتور. البي اتش عمليه الدم، اسيد بيس بالانس، هيدروجين. ايوه اللي هو مهم عشان الانزيمات. هو شنو هو اللي هو لوغاريتم الهيدروجين؟ مقسوم لوغاريتم الهيدروجين صح، مقلوب لوغاريتم الهيدروجين. مش عارف يعملوا مقلوب ومقسوم وبتاع ليه غايته، الخواجات دي بتعيبونه مرات. ف البي اتش، البي اتش عشان نفرق بين الريسبيراتوري الكالوزيس ان ريسبيراتوري اسيدوزيس، الكالوزيس ان اسيدوزيس. بيشوف الكربون دايوكسيد ما داخل في موضوع انه سوري الاكسجين ما داخل في موضوع انه في ريسبيراتوري الكالوزيس ولا اسيدوزيس، بيهمنا الكربون دايوكسيد وبيهمنا البايكربونات، بيهمنا الكربون دايوكسيد وبيهمنا البايكربونات. كل ما زاد الكربون دايوكسيد معناه عندنا ريسبيراتوري اسيدوزيس، لانه الكربون دايوكسيد اسيديك. كل ما نقص الكربون دايوكسيد عندنا ريسبيراتوري الكالوزيس. اذا كان حاصل كومبنسيتوري او لا، لكن المهم يعني بي اتش لو ومعه هاي كربون دايوكسيد ذيس از ريسبيراتوري اسيدوزيس، بي اتش هاي ومعه لو كربون دايوكسيد ذيس از ريسبيراتوري الكالوزيس. الحاجه الثانيه اللي بنشوفها في ال arterial blood gases هي الأكسجين pressure، partial oxygen pressure، والنورمال قلنا من 80 لمية أو من 85 لمية. الساتوريشن عادة بنشوفه بال pulse oximeter، لكن برضو الـ ABG بتشوفه لنا فبيدينا إنه التشبع كم، وده عادة من الطبيعي من 95 to 100. دكتور وش الـ BO2 هذا؟ ليش؟ partial oxygen pressure، ده ضغط الاكسجين بالباسكال، كيلو باسكال. وين هذا؟ وش اذا نقص ايش معناته؟ شنو اذا صار نازل ايش معناته؟ هايبوكسيا. يعني هذا زي نسبه الاكسجين بالدم. ايوه بيمشوا مع بعض، يثيروا مع بعض. طيب الحاجه الثالثه هي البايكربونات، او الاخير البايكربونات، ودي عاده ماشيه مع ناس الميتابوليك. ميتابوليك نقص البايكربونات يبقى ميتابوليك أسيدوزيس، زاد البايكربونات يبقى ميتابوليك الكالوزيس.
طيب نمشي لآخر حاجة اللي هي CT scan of the chest. ما عليكم تقروها لكن هي it is very important in the diagnosis of lung disease. وش الدكتور؟ بالذات pulmonary fibrosis. Pulmonary fibrosis. Interstitial lung disease. Pulmonary fibrosis. والحاجة الثانية إذا كان عملناها angiogram نقول CT pulmonary angiogram is the gold standard in the diagnosis of pulmonary embolism. Pulmonary embolism. هنا بنشوف الفايبروزيز واضح جدا. فايبروزيز عبارة عن ground glass appearance, عبارة عن شبكة network عديل. This is the lung fibrosis. هنا يا اخوانا الحاجة البيضة دي ما تخدعكم, دي الاستمك بدأت تظهر. استمك بدأت تظهر. فدي CT scan of the lung showing pulmonary fibrosis. It's the gold standard in the diagnosis of interstitial lung disease and pulmonary embolism. Pulmonary embolism دكتور CT angiography صح؟ هنا CT pulmonary angiography يقول على CTBA CTPA. أما حقة ال interstitial lung disease فتقول high resolution CT scan. High resolution CT scan. Clear? X-ray? Wow. CT scan. Arterial blood gases. Pulmonary function test. بالإضافة طبعاً إخوانا للجنرال انفستيجيشن ناس السي بي سي والإي إس آر والسي رياكتيف بروتين وكده ديل جنرال انفستيجيشن. لكن فور ذا سبيسيفيك فور ذا تشيست عندنا الأربعة ديل very important. أوكي any questions؟ يعطيك العافية دكتور. نشوفكم بس دكتور بالنسبة لمحاضرة اليوم أول شيء أنت شرحت زي صورة كأنه بس مو موجودة بالمحاضرات كيف؟ أقول إن شرحت جزئيتين أنت الجزء الأول ما موجود في الـ في الـ اللي أنا رسلتها لكم وأنا دخلتها ك يعني كبداية starting عشان نقدر نشوف الإكس راي في ال اسم شنو فما مسؤولين منها أصلا ما فيها حاجة صور بس ممتاز تكلا أيوة يلا نشوفكم في مارس مع النيفرولوجي إن شاء الله هلا بس دكتور لو ترجع مرة ثانية معليش الجزئية الريفليكشن لأن حاولت أفهمها أني عارف أن الهارت دائم يسار بس صار يمين ذي ما قدرت أفهمها ما يمين هو يمينك أنت لكن شمال المريض كل الإكس ريز كل الاكس ريز شفناهم دقيقه كل الاكس ريز شفناهم خلينا في دي اها كل الاكس ريز دي الهارت بجهه واحده هو ده الهارت هنا سوري ده الهارت هو ده الهارت من هنا لو مشينا للبعده الهارت من هنا ده الليفت سايد لو مشينا للديل الهارت من هنا الهارت من هنا الهارت من هنا هو قصدي يا دكتور انك كيف انك تصور من وراء قصدي دكتور كيف انك تصور من وراء وفي نفس الوقت تصير الصوره يعني معكوسه يعني يمين إيه؟ يميني يميني يعني يمين البيشنت يميني انا بالصوره ويسار إيه؟ يساري لاني انا اشوفه من وراء هذا قصدي هذا هو الفيلم اللي بيشوف ما انت ما البيم اللي بيشوف الفيلم اللي بيشوف لكن التسميه جايه لوضع البيم بس لكن يعني وضع الفيلم يعني في الفيلم بيكون خاتين الماركر دي وينها هسه خاتين دي مدورة كده كاتبين عليها R في دي خاتين يعني عبارة عن كوين زي الكوين كده زي الهللة وراديو بيك ومكتوب عليها left or right بخطوها في الفيلم في الفيلم نفسه إنه this is the left side or this is the right side لكن الإكس راي والفيلم هو اللي بشوفه يعني الشعاع يخترق من وراء لكن الفيلم قدامه ايوه الفيلم قدام يعني دكتور كان الفيلم هو اللي يصور الحقيقي الفيلم هو اللي بيصور في الحقيقه
طيب دكتور إذا تسمح لي بس وأعتذر على هذا الشيء، ولكن حنا زي ما أنت تعرف دكتور الدراسة عن بعد صراحة وشوية ضياع، وعندنا يوم الاثنين القادم كوزين في نفس الوقت وكل كوز 15 دقيقة، فهل في أي إمكانية إذا ممكن نأخذ معك مثلاً ريفيجن للكوز قبله، يعني مثلاً يوم ال 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 أنت مبارح حاضر يا عبد الرحمن؟ أي هي حاضر يا دكتور. طب أنا ديت قريتكم قلت لكم ديت سؤالين بتاعنا الكويز الثاني شنو؟ أوكي دكتور أعطيك العافية، يعني بس سؤالين بيجي من هذه المحاضرة مني أنا، سؤالين من المحاضرة عندي الحق الليلة دي ما جاية، هم اللي فاتوا ديك السؤالين ديك أحفظوا السلايدات ديك وخلاص. يعني دكتور طبعا عن الفوليوم وعن كوربول مونالي، راح تسألنا عن الفوليوم وكوربول مونالي بس. كوربول مونالي بس. الله يرحم والدين كل شيء. الله يبارك فيكم. يلا بالسلامة إن شاء الله. شكرا. الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا لكم. لا تدخل.